لم يحمه من التعرض للترويع، كما لم تمنع الملابس الرسمية والارتباط بالدولة قوات مكافحة الإرهاب من إطلاق نيرانها نحو قاضي التحقيق في محكمة الإسكندرية شمال بابل. هذه القوات التي تقوم أحيانا باستعراض للقوى لا يسلم من تبعاته حتى منتسبو الأجهزة الأمنية المحلية في المحافظات، والذين تعرض بعضهم إلى الضرب والسحل. لكن وصول التجاوزات إلى أحد القضاة يعني للكثيرين أن الأمور أصبحت خطيرة. التجاوزات الأجهزة الأمنية صارت في الظاهرة، يعني ليس على المواطن البسيط، وإنما على المحامي وعلى الصحفي وعلى الطبيب، ووصلت إلى حد إلى التجاوز على القضاة، وهذه في السابق خطيرة لأن راعي القانون هو القاضي. وبالنسبة للمجتمع المدني فإن التجاوز على القضاء مؤشر على انهيار قضائي وأمني غير مسبوق. أصور أنه هذه سابقة خطيرة تؤشر إلى أن انهيار في منظومة الأمن، انهيار في منظومة القضاء بشكل عام، وانهيار في منظومة حماية القضاة وحماية القانون. ومع خطورة التجاوز الأخير إلى أنه عد من قبل قضاة عراقيين اجتمعوا في كربلاء حادثا فرديا، ملمحين إلى أن الخطورة الأكبر تتمثل في محاولات السياسيين التدخل بعمل القضاء وتسييسه. توجد بعض الخروقات من قبل السلطة التنفيذية، وهذه الخروقات ليس من مسؤول عليها، وإنما تصرفات فردية من هذا وذاك، ونحاول في هذه الأمسية أن نسلط الضوء على هذه الحالات وعدم التكرار مستقبلا. يحاول رجال السياسة عموما بدون تسمية، سواء كانوا من أعضاء مجلس النواب أو سواء كانوا من رجال الدولة السلطة التنفيذية أو غيرهم، إقحام القضاء في مسجلاته. فليترك القضاء بعيدا، القضاء سلطة مستقلة، القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون بحكم الدستور. جمعية القضاة التي تأسست العام 2006 في كربلاء تعنى بشؤون 1400 قاض، ويرأسها فخريا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وقد هددت في هذا الاجتماع باتخاذ إجراءات دستورية وقانونية لضمان حماية القضاة، مطالبة بشكل صريح بعدم المساس بهيبة القضاء واستقلاله، لكي يتمكن من إداء دوره الفاعل في ترسيخ دعائم القانون. من كربلاء، جعفر النصراوي، السومرية.